السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الراية القطرية شرح تفصيلي لتعديلات لوائح اتحاد الكرة. في الشرق القطرية بيان مزعوم وفشل محتوم خيبة القراصنة. في الوطن القطرية عناب الدراج ريس يتألق في أمريكا. في سادة الدوحة سلمان بن إبراهيم دعمنا لمونديال قطر ثابت. في المنتخب المغربي إنفانتينو لماذا لا تلتزم الحياد. في الشروق التونسية بعد الإشادة العالمية معلول يعد بربع النهائي. في الشروق الجزائرية فيغولي لا أعرف ماجر كمدرب والخضر فوق الجميع. في ماركا الإسبانية كيلور نافاس الجماهير تطالبني بعدم مغادرة مدريد. في التلغراف الإنجليزية هاري كين نريد صناعة الفخر للمنتخب الإنجليزي. في لاجازيتا الإيطالية نايجولان يوافق على الانتقال لصفوف إنتر ميلان. من العناوين إلى التفاصيل، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا على الصحافة القطرية من غلاف الملحق الرياضي لصحيفة الراية ونقرأ. خلال الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة مسابقات الكرة، هل الأندية تطلع على تعديلات اللوائح؟ تفاصيل أكثر عن موضوع غلاف الراية نتابعها من الصفحة التالية. خلال الاجتماع التنسيقي للجنة المسابقات مع ممثلي الأندية شرح تفصيلي لتعديلات لوائح اتحاد الكرة، مشاركة اللاعب تحت 23 سنة إجبارية في كل بطولات الموسم. تعديلات على لائحة العقوبات تجيز تمديد الإيقاف لحين دفع الغرامة، السماح بتسجيل 5 لاعبين مقيمين من مواليد قطر بأندية الدرجة الثانية. نقلب في الملحق الرياضي لصحيفة الراية ونقرأ من الصفحة التالية. صراع تنافسي حاد بين ممثلي الملفين المرشحين لاستضافة مونديال 2026. سباق الأمتار الأخير يتواصل لحصد الأصوات في موسكو. ومن نفس الصفحة نقرأ أيضا، أعلن عنها رئيس الاتحاد القاري بحضور إنفانتينو وتمتد لسبعة أعوام، اتفاقية تاريخية للحقوق التجارية للبطولات الأسيوية. نغلق الراية ونفتح الشرق القطرية ونقرأ من صفحة الغلاف هذه العناوين. بيان مزعوم وفشل محتوم خيبة القراصنة. تفاصيل غلاف صحيفة الشرق نتابعها من الصفحة التالية. فشل جديد لبي أوت كيو والحل في قطر. بيان القراصنة يثير السخرية على تويتر. نتابع جولتنا على الصحافة القطرية ونصل الآن إلى صحيفة الوطن ونقرأ من إحدى صفحاتها. محققا لقب فئة البروموت في بطولة NHRA العالمية بولاية فيرجينيا، عناب الدراج ريس يتألق في أمريكا. الشيخ خالد بن حمد نهدي الإنجاز لسيدي سمو الأمير. وأيضا مايك جانس قيادة الشيخ خالد وراء تحقيق الفوز. مستمرون مع الوطن القطرية ورياضة أخرى نقرأ عنها من الصفحة التالية. بمشاركة 45 دراجا من مختلف أنحاء العالم، القبيسي ثالث بطولة إسبانيا للدراجات.
آخر الصفحات معنا من الوطن نتابع فيها هذا الحوار. فهد خلفان في حوار ساخن للوطن الرياضي نادم على اللعب للقطراوي، تجربتي معهم سيئة جدا ولا أتمنى الاستمرار، نادي قطر لم يكن المكان المناسب وتعرضت للظلم فيه، رفضوا منحي المخالصة ولا أدري ما السبب. تقييم QSL فيه ظلم كبير للاعب المواطن. إلى صحيفة العرب القطرية ومنها نقرأ عمر العمادي لاعب القطراوي، كالديرون مدرب نجوم ومبارك الرجل المناسب. مغادرة العربي قرار صعب ومستعد للعودة اليوم، أطمح إلى اللعب في أندية المقدمة وتمثيل قطر عام 2022. المعز علي يستحق لقب اللاعب الصاعد. ختام جولتنا على الصحافة القطرية مع صحيفة استاد الدوحة، وجاء غلاف الجريدة اليوم على الشكل التالي: سلمان بن إبراهيم، دعمنا لمونديال قطر ثابت. تفاصيل أكثر حول عنوان الغلاف نتابعها من الصفحة التالية باستاد الدوحة: الشيخ سلمان بن إبراهيم لاستاد الدوحة، الأسيوي يدعم بشكل أكبر استضافة قطر لمونديال 2022. الاتحاد الآسيوي يوجه أعضائه للتصويت لأي من الملفات المرشحة لمونديال 2026، لا للتصويت الجماعي، ونساند المنتخبات الآسيوية في روسيا. وعنوان آخر يقول: شبح عودة بلاتيني يخيم على الفيفا في موسكو. نغلق صفحة الصحافة القطرية ونواصل قراءتنا لباقي الصحف العربية، والبداية من المغرب ونقرأ من صحيفة المنتخب: إنفانتينو، لماذا لا تلتزم الحياد؟ في التفاصيل قالت الصحيفة: مع كل ما يدعيه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من حياد تجاه ملف إسناد تنظيم كأس العالم 2026، إلا أنه لا يفتأ أنه يرسل إشارات مبطنة لمساندته الملف الأمريكي الشمالي. الصحيفة استندت إلى آخر ما قاله رئيس فيفا بأن على الاتحاد أو الاتحادات الأعضاء 207 أن تستند في اختيارها للتقرير الصادر عن التاسك فورس والذي يمنح الأفضلية للملف الأمريكي الشمالي، وهو توجيه غير مباشر للاتحادات الأعضاء بالتصويت للملف الأمريكي الشمالي، فإن هو الحياد فيما قاله مرة ومرات رئيس الفيفا وفي مجاهرته بدعم الملف الأمريكي الشمالي على حد قول الصحيفة. ولمعرفة آخر المستجدات قبل اللحظة الحاسمة لاختيار منظم مونديال 2026، ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف الزميل جاسم حسين، موفد قنوات الكأس إلى موسكو. أهلا بك جاسم، بداية ما الجديد لديك وماذا يدور خلف الكواليس قبل اللحظات الحاسمة لاختيار منظم مونديال 2026؟ تحية لك نريمان وكل متابعي قنوات الكأس. حقيقة تحركات كبيرة لدى الوفد المغربي في كل الاتجاهات من أجل كسب مزيد من الأصوات في هذه المعركة نستطيع أن نطلق عليها الشرسة مع الملف الثلاثي المشترك الأمريكي الكندي المكسيكي على استضافة كأس العالم 2026 بعد 8 سنوات من الآن. اليوم صباحا حقيقة التقى الوفد المغربي الاتحادات الأوروبية في فندق متروبول بحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولفيف من القيادات الأوروبية إلى جانب سفراء ملف المغرب 2026 يتقدمهم أكيد البرازيلي الشهير روبرتو كارلوس، الذي أثنى كثيرا على الاحترافية الملف المغربي أنه يمثل القارة الإفريقية كلها وليس المغرب وحده، يستحق الدعم من كل قارات العالم. لاحظ نريمان الأجواء كانت جدا إيجابية لدى الوفد المغربي، هم يدركون مدى أهمية هذه القارة العجوز في تحديد مسار الدولة المنظمة البطولة العالمية 2026. تملك 55 صوت، كان هذا آخر عرض لهم قبل عرض الملفين على مجلس الفيفا يوم الغد ليمرره للكونغرس للتصويت. يوم أمس نريمان منذ الصباح وحتى المساء كانت هناك في اجتماعات أيضا
مع الاتحادات الاخرى، الاتحاد الاسيوي، الافريقي، الكونكاكاف، اوكيانوسيا، لكن الاتحاد الامريكي الجنوبي كان له راي اخر، لم يستقبل الفريق المغربي على اعتبار ان اصواتهم جميعا دون استثناء للملف المشترك. لذلك كان في استياء حقيقه لدى اعضاء الملف المغربي، رفعوا تقرير بالامس الفيفا بهذا الشان حسب ما قال لنا هشام العمراني وهو المدير التنفيذي لملف ترشيح المغرب لمونديال 2026. طيب جاسم، يعني صحيفة المنتخب المغربية طالبت إنفانتينو رئيس الفيفا بالحياد فيما يخص اختيار أحد الملفين المرشحين، ما هو التعليق على ذلك؟ ردا على سؤالك ريبان، هذا السؤال أنا وجهته أيضا لمولاي حفيظ العلمي وهو رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، قال لي بالحرف الواحد أن نسير على الطريق الصحيح في ملف المغرب، نعلم أن هناك ضغوطات علينا وأن المنافسة قوية ولا نشكك أبدا في نزاهة الفيفا بقيادة جياني إنفانتينو، لكن يجب أن نعترف في المقابل أن الضغوط السياسية حقيقة لها أثر كبير، بالأخص تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب الذي نقدر نقول حذر الدول التي لا تصوت الملف الثلاثي المشترك تكون لها تداعيات سياسية كبيرة. في موضوع هام أيضا وآخر بعيد عن الأمور السياسية، علقت أيضا نوال المتوكل عضوة الملف المغربي 2026 على موقف قطر الواضح أشادت به بهذا الدعم ومساندة المغرب منذ الخطوة الأولى، شكرت كل هذا أكيد الاهتمام من قطر بالملف المغربي، في حين كانت هناك خيبة أمل واضحة حقيقة ارتسمت على وجهها بعد موقف بعض الدول العربية التي لم تتوقف فقط عن مساندة الملف الأمريكي بل حاولت أيضا جمع الأصوات كما قالت في الملف الأمريكية المشترك، لم تتوقع هذا التصرف لكن قالت في النهاية أن المغرب قوي برجالاته لديهم القدرة على امتصاص صدمات تحويلها إلى أمور إيجابية والوصول إلى بر الأمان ولا نشكك في ذلك. أكيد جاسم، يعني هل يمكن يعني اعتبار أن هناك شعور بأن المغرب إذا فازت ستكون مفاجأة؟ والله نقدر نقول كذي نريمان، ليش؟ على اساس حتى الملف القطري اذا تذكرين في العام 2010 كان بعيد جدا عن الترشيحات، فوز قطر كان يعني بمثابه المفاجاه للجميع في ذاك اليوم، يعني نتحدث كانت الولايات المتحده الامريكيه موجوده ايضا في المنافسه، كل الانظار كانت متجهه للملف الامريكي وقوه امريكا وسياسه امريكا والاقتصاد، ونتحدث عن السوق الامريكيه الكبيره والعائدات، تحدث العائدات الكبيره الولايات المتحده، هنا يتحدثون في الملف المشترك هناك عائدات كبيره تصل الى ما يقارب ال 14 مليار دولار عائدات للفيفا عكس الملف المغربي الاقل الى النصف تقريبا، واستطاعت قطر ان تحقق المفاجاه، ليس بعيدا عن المغرب ذلك، هذا الملف الطموح، ملف المغربي يملك كل المؤهلات حقيقه لاستضافه عرس كروي كبير، يقع نريمان في ثلاث اجزاء مهمه جدا هي رؤية الاستضافة والاستراتيجية، المسائل الفنية، الجزء الثالث في الملف يتلخص في أمور تتعلق بالمونديال، هي تجربة إنسانية غير مسبوقة، تترك إرث حقيقة مستدام ليس للمغرب فقط بل للقارة الإفريقية كلها. نعم. طيب جاسم، يعني أيضا كيف تبدو الأجواء؟ يعني هل لك أن تدعنا يعني أو تضعنا في أجواء الكونغرس الذي سيبدأ يعني في الساعة 9 صباحا، ويعني أريد أن أعرف متى سوف ينتهي، هل ستكون المدة طويلة؟ لا، هو الكونغرس حقيقة ينطلق إن شاء الله يوم الغد في الساعة 9 صباحا هنا بتوقيت موسكو بنفس توقيت الدوحة تقريبا، الانطلاقة بتكون أكيد مناقشات خاصة بالكونغرس السابق، الأمور الخاصة المالية بالنسبة للفيفا، وضع النقاط على الحروف، الامور التي تخص مونديال 2018 هنا في روسيا، الملف الجزء الاهم حقيقه تكون بعد الاستراحه بعد الثالثه عصرا يوم الغد، تخص الملفين المترشحين لمونديال 2026، تحدث عن ملف المغربي من جهه، الملف الثلاثي المشترك، التصويت بيكون حتى التصويت بيكون علني بشكل الكتروني، يعني حتى الكل بيستطيع مشاهده الدول التي صوتت لمن وضد من، يعني الامور بتكون شفافه وواضحه يوم الغد على عكس ما يقال يعني.
ففي النهاية الأمور كلها تسير بشكل إيجابي للملف المغربي. نعلم تماما قوة الملف الثلاثي المشترك. الولايات المتحدة الأمريكية كافية بنفسها نريمان، إذا نتكلم عن يعني حتى على مستوى التحضير، حتى على مستوى الملاعب، الملاعب في الملف المشترك ملاعب جاهزة. نتكلم عن تحدثوا عن 16 ملعب جاهز، نتحدث عن أكثر من جانب مهم في هذا الملف، نتحدث عن الموضوع الاقتصادي، نتحدث عن الموضوع الاجتماعي، نتحدث عن القوة السياسية، قوة مهمة جدا في التصويت، وأيضا تغير أمور كثيرة في اللحظات الأخيرة. ممكن بعض الدول ممكن بشكل دبلوماسي تقول لك والله أنا بعطيك صوتي، لكن اليوم الحكم النهائي الأمور في اللحظات الأخيرة نريمان تختلف تماما عن اللي قبل. طيب جاسم حسين، موفد قنوات الكأس إلى موسكو، شكرا جزيلا لك. من المغرب إلى تونس، ونقرأ أهم عناوين الرياضة من الصفحة الأولى لصحيفة الشروق. بعد إشادة الصحافة العالمية بالمنتخب التونسي، معلول يعد بربع النهائي. وعنوان آخر على غلاف الشروق يقول أيضا: عبد السلام اليونسي الرئيس الجديد للأفريقي، أرفض الإقصاء وأفضل العمل بعيدا عن الأضواء. آخر الصحف معنا من صحافة شمال أفريقيا ستكون صحيفة الشروق الجزائرية، وسنقرأ منها هذه الصفحة. قال إنه مشتاق إلى العودة للمنتخب الوطني. في غولي: لم أتحدث إلى ماجر، لا أعرفه كمدرب، والخضر فوق الجميع، كفانا من التصريحات، علينا العمل والسكوت، ولم ألتحق بالمعسكر بسبب الإصابة. نذهب إلى الكويت، ومن صحيفة القبس التي نقرأ فيها: اليوسف يبحث عقوبة الأخضر في موسكو. الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومن خلال مشاركته في كونغرس الفيفا، يبحث العديد من الملفات التي تهم الشارع الكروي الكويتي، ومنها مشاركة الأندية الكويتية في البطولات الآسيوية، وأيضا موقف النادي العربي من تسجيل لاعبين جدد خلال قوائمه في الانتقالات الصيفية بعد العقوبة التي كانت قد وقعت عليه. من الكويت إلى العراق، ومن صحيفة المدى نطالع: مراقبة الاتحادات وزاريا ومحاسبة الأولمبية برلمانيا ضمانة للرياضة. جلال عبد الرحمن مسعود رضخ لقوة نائبه، ودرجال افتقد كلمة السر. نريد انتخابات نزيهة لا تهدد المدربين ولا تسمح بتوطين الدخلاء. ثلاثي الكرة الخاسر دفعوا ثمن التعنيف والتشريف والتسويف. نتحول إلى الصحافة العالمية، ونبدأ جولتنا من صحيفة ماركا الإسبانية، حيث أجرت حوارا موسعا مع حارس ريال مدريد، حيث قال فيه: كيلور نافاس، الجماهير تطالبني بعدم مغادرة مدريد. الحارس الكوستاريكي أكد للصحيفة أن فكرة رحيله عن النادي الملكي أصبحت بعيدة عنه في ظل حب الجماهير له. كما تحدث أيضا خلال اللقاء عن إمكانية فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم، وقال: لا يوجد شيء مستحيل، لكنه رشح ثلاثة منتخبات فقط للتتويج بمونديال روسيا، هي إسبانيا وألمانيا والبرازيل. ننتقل إلى صحيفة آسا الإسبانية، ونقلب في صفحاتها ونقرأ خبرا عن أحدث صفقات النادي الملكي تحت هذا العنوان: توقيع رودريجو مع مدريد على وشك أن يصبح رسميا. الصحيفة أكدت اقتراب ريال مدريد من ضم الموهبة الشابة رودريجو مهاجم فريق سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، رغم تمسك ناديه بمبلغ 50 مليون. الصحيفة الإسبانية أكدت في الوقت نفسه أن اللاعب لا يمكنه مغادرة البرازيل والانتقال للعب في مدريد حتى يناير القادم، حين يكمل سن 18 عاما. نبقى في إسبانيا، ونتحول من صفقات ريال مدريد إلى غريمي تقليدي برشلونة، فقد أكدت صحيفة سبورت الكتالونية اقتراب مهاجم أتلتيكو مدريد من الانتقال إلى البارسا، وقالت:
غريزمان يكشف عن مستقبله اليوم. الصحيفة أكدت أن المهاجم الفرنسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن قراره النهائي بشأن مستقبله، ورجحت الصحيفة أن يعلن غريزمان آخر المستجدات حول انتقاله لصفوف برشلونة في ظل الضغوط المكثفة من النادي الكتالوني في الأيام الأخيرة لإقناعه باتخاذ القرار. صفقات برشلونة لا تتوقف، ففي صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نطالع خبرا تحت هذا العنوان: الاتصال بديونغ. في التفاصيل، قالت الصحيفة إن برشلونة أخبر نادي أياكس الهولندي باهتمامه باللاعب ديونغ، وتم فتح خط اتصال مع وكيل أعماله. الصحيفة أكدت أن النادي الهولندي لا يريد أن يبيع اللاعب، ولكن البرسا يضغط بقوة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الذي يمتلك قدرات كبيرة في خط الوسط، وعرض 40 مليون يورو لحسم الصفقة. نترك إسبانيا ونتحول إلى إنجلترا، حيث رفعت صحفها من وتيرة التحفيز قبل انطلاق كأس العالم، ووضعت أمالا كبيرة على منتخب الأسود الثلاثة. نطالع من غلاف صحيفة التلغراف العنوان التالي: هاري كين وساوثغيت يصرحان: نريد صناعة الفخر لهذا البلد. نجم المنتخب الإنجليزي ومدربه أكدا على أن إنجلترا مستعدة للقتال في روسيا من أجل كأس العالم. صحيفة السن كذلك نقلت حديث ساوثغيت إلى لاعبي المنتخب الإنجليزي، ووضعت تلك الكلمات على غلافها وكتبت: رسالة ساوثغيت إلى اللاعبين: العبوا بأسلوبكم، العبوا مع ابتساماتكم، استمتعوا، اجعلوا بلدكم سعيدا وفخورا بكم. أيضا صحيفة الديلي إكسبرس الإنجليزية ركزت على جاهزية المنتخب الإنجليزي للمونديال وعنونت: كين فخر الأسود. الصحيفة اهتمت بتصريحات المهاجم المخضرم التي أكد من خلالها أن المنتخب الإنجليزي يضع عينه على لقب كأس العالم، وقالت: القائد يعطي الإنجليز طلقات نارية ويحفزهم للمونديال. إلى إيطاليا، نرصد اهتمام صحفيها بالصفقات الجديدة لأندية الكالتشيو، ونبدأ مع صحيفة لاجازيتا التي كشفت مصير نجم خط وسط روما، حيث قالت: نايجولان يقول نعم لإنتر ميلان. نادي روما أخبر لاعب الوسط البلجيكي أنه وافق على رحيله، وبدوره اختار اللاعب الانتقال للعمل تحت قيادة سباليتي في نادي إنتر ميلان. الصفقة سوف تحسم خلال الأيام القليلة القادمة بصورة رسمية. صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية سلطت الضوء على أحدث صفقات نادي روما وكتبت تحت هذا العنوان: وقت جاستن. الصحيفة أشادت بانتقال الهولندي الشاب جاستن كلويفرت ابن الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت إلى صفوف روما قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة تقترب قيمتها من 20 مليون يورو. نجح خلالها النادي الإيطالي في خطف اللاعب من أندية أوروبية كبيرة أبرزها برشلونة وأرسنال. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وصل صباح اليوم إلى روما لاجتياز الفحص الطبي. لقاؤكم يتجدد مساء في قبل الطبع، وغدا بإذن الله في حلقة جديدة من جرائد. دمتم في رعاية الله.